السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. إن شاء الله اليوم ويانا محاضرة تفصيلية جدا بخصوص الخطوة الثانية اللي هي ضمن الهيك ريزرفوار سيموليشن، اللي احنا شلون راح نضيف البيانات. تمام عيني، احنا بديش المحاضرات السابقة تقدرون تراجعوها من الأول إلى وين ما وصلنا. تعلمنا شلون نسوي الووتر شيت سيت اب، تمام، وتعلمنا نروح شلون نسوي كونفيجريشن، شلون تحفظ البيانات بحيث اللي سويتها بالووتر شيت سيت اب تطلع لك بالريزرفوار نتورك، شلون نسوي الكونفيجريشن اذا ما مختار الستاندرد. اكو في بعض الاحيان هنا يعني تحول انت من تغلق البرنامج من فتره طويله، يعني هسه راح تغلقه قدامكم اني. تمام، افتح البرنامج شوي، تحملونا اليوم المحاضرة طويلة بس جدا مهمة وتفيد، خاصة اللي مرات يحس الشخص دماغه مشتت بإخراج النتائج وغيرها. هسه أنا تلقائيا من أروح على فايل أقول له الملف اللي أنا هنا، أنا عندي هواي ملفات بس الملف مال الشغل الرئيسي بهذا الاسم. تمام عيني، هسه نفتح الملف هاي الووتر شيت سيت اب نفسه. أوكي الووتر شيت سيت اب، هسا انتقل للريزرفوار نتوركر والاشياء اللي مسويتها بالووتر شيت سيت اب ما طلعت لي هنا دكتوره، وين الخلل؟ يعني انا من اروح على الووتر شيت سيت اب القاهن هنا ما دا القاهن، لا مو مثل القاهن، روح على النتورك افتح، قل له اوبن افتح لي النتورك اللي انت سويته، ونفس تمشي على نفس الخطوات اللي انا علمتك عليهم بالفيديوهات السابقه، ضروري جدا تمشي عليهم. فبعد ما انه نكمل الكونفيجريشن الخاص باللاحظ، هسه ظهرت هنا البيانات شوي تاخر لانه الديتا اللي انا مدخلتها هواي. اجي اختار البوينتر حسب انت شنو تريد تعدل، يا بيانات يا خاصه بيا بيانات، انا هسه بالريزرفوار. تمام، فاختار اما البوينتر او اداه الريزرفوار او مثلا البوينتر او اداه الجكشن بوينت، شو تريد تعدل انت موجود هنا تقدر تعدله. هسه انا عندي تعديلات بالريزرفوار، اما اختار البوينتر يشتغل عليهم كلهن. تمام، هنا يشتغل، هنا يشتغل على بوينت جكشن، يشتغل على ريزرفوار، يشتغل كل شيء يشتغل، لكن هاي الادوات محدده مثلا اختاريتها يحدد للريزرفوار بينما لو ستريم ما يحدد. تمام عيني، فهسه الثاني راح اشتغل على ريزرفوار فاختار بوينتر المؤشر او الريزرفوار نو بروبلم. تمام عيني، اختارت ثاني بوينتر، اروح على الخزان اللي اريد اشتغل عليه انا اللي هو خزان سد حديثه. تمام، اقول له edit reservoir properties، edit reservoir properties، اول شيء اجي على اسم حديث الريزرفوار. اوكي هاي اللي هنا تنتبهوا لها كلش، تجي على نجي قبل ما نسوي اول خطوه، فنجي على حديث الريزرفوار العفو، نجي شو من تضغط يطلع لك هاي الخيارات. لاحظ هاي الخيار، اول شيء يطلع لك خيار الدام، بالله هسه ذني خلني نغلقهن، يطلع لك هاي الخيارين، اول شيء البول وثاني شيء الدام. نجي على البول، البول لازم تبليها بكل الاحوال، هاي اول خطوه. البول شنو تتضمن؟ تتضمن يقول لك انا اريد ترسم لي وكانه الراتن كير. الراتن كير شنو؟ يعني مقدار الاليفيشن مع الستورج. شو تسوي انت؟ انتبه، الستورج يريده من عنده بالمتر مكعب، والاليفيشن بالمتر. شو تسوي صراحه حتى تكون على انه بياناتك كلها محفوظه، وين ما تريد تنقلها تنقلها؟ يعني أنا ما أحب إنه أجيب بيانات وأخليها هنا وهاي، حتى طريقة صياغة البيانات وحفظها هم معلمك بيها حتى تسهل عليك طريق. تمام، تجي هنا تفتح لك فولدر، هسه أنا فاتحة فولدر كاتب بيه فايلات البرنامج متطلباته anything requirement of hack reservoir simulation. نجي شو يطلب البرنامج؟ أول شيء طلب بول، فسويت ملف اكسل سميته بول. شو اختاريت يا طريقة أني؟ إذا أنت عندك كوينك انتربوليشن، لو عندك لينير انتربوليشن فما تفرق. تجي هسه انا راح اختار اللينير حتى يرسم راتن كير. اجي لهنا افتح ملف اسمي بول لينير انتربوليشن حتى امتى ما احتاج اروح له. فتحت الملف، بالمناسبه البول نجي على وحده وحده، بول يريد البيانات مرتبه تصاعديا، يعني من الاقل الى الاعلى، وكذلك تزداد باستمرار، يعني شو تسوي للبيانات ترتبها تصاعديا، وما يريد بيانات مكرره، يعني مثلا لاحظ هنا 133.69 133.7، لو هاي 100.69 ما قبلها من عندك. يقول لك يعني البيانات اللي تحضر لي هنا ما يعتمد على التايم، المهم يريد بيانات. أنا عندي بيانات مع التايم لكن بعدين رتبتها تصاعديا.
تمام عيني، يعني ترتبها من القيمة الأقل إلى القيمة الأعلى، تزداد استمرارا، يعني step by step. ماكو قيم مكررة، ما يقبل القيم المكررة قدر الإمكان. إذا عندك قيم مكررة ارفعها وشيلها، تمام عيني، وما يقبل إنه القيم غير مرتبة. أول شيء ترتبها تصاعديا، ثاني شيء شنو تسوي لها؟ ما يريد قيم مكررة. هاي أهم فقرتين أنوه عليهم بهذا الموضوع. أرجع أنا للملف الأكسل، فتحته تمام عيني، بس أغلق هاي. فتح الملف عندي هسه، هذا طريق البول أول وحدة سويت له ملف. كل موضوع يعني كل فايل ناخذه سوي له ملف إليك يكون أفضل. نجي هسه بالخطوة هاي، طريقة البول. بول شريد من عندك؟ يريد من عندك خطوتين إذا تنتبه، يريد من عندك إليفيشن وستوريج وأريا إذا كان لينير، وإذا كان كوينك يحتاج فقط إليفيشن وأريا، تمام؟ فأنا صراحة اختارت الأول هي راتم كير، فراح أرسم بين الإليفيشن وبين الستوريج. هاي البيانات منين تروح تجيبها؟ من مركز الموارد المائية، لأن هاي حاليا لحد الآن بياناتنا نشتغل عليها موارد مائية، اللي هو مقدار الإليفيشن والستوريج. هذا الإليفيشن عندي، الستوريج من حصلته من مركز الموارد المائية، حصلته بليون كيوميك متر يعني بي سي ام، حولته. هو يريد من عندك هنا يريده بالمتر مكعب، ما له علاقة الطين مليون أو بليون، يتعامل مع المتر مكعب. أخذت البيانات حولتها متر مكعب، هاي البيانات رحت قسمت هاي الستوريج متر مكعب على الإليفيشن، طلعت أريا متر تربيع. الأريا شريتها يريدها بوحدات الهكتار، قسمت الاريا على 10 اس 4 طلعتها بالهكتار، رسمت، اخذت هذا الملف هاي البيانات ورتبتهم تصاعديا. اهم شيء سالت هواي دكتوره شلون ارتب تصاعديا من هنا من الاكسل بسهوله، تاخذ الملفات مثلا تحدد هذا كله، تروح على هنا اكو سورت اند فلتر، تمام، تقول له سورت سمول تو لارجست، تمام، تضغط هاي يقول لك تريد ارتب لك اياهم فترتبهم بهذا الشكل. يعني هسه مثلا اختارت ذولي هذا الملف، وبالمناسبه ما ياخذ كلمات، يعني لازم تعطي ارقام فقط. لاحظ لهنا تقول له سورت ان، فتقول له سورت، يقول لك هل تريد انه سويت له سلكشن؟ نعم سورت، سو له سورت، تمام عيني. وكذلك للبيانات الستوريج، يريد ترتيب تصاعدي ويريد ماكو بيانات مكرره. هاي يعني معلومه حتى ان تكون ببالكم. هسه خلصنا من هنا، نضغط نغلق الملف هذا، دون سيف، انا ما احتاج سيف في شيء. فهسه شو نسوي لهن؟ ها، من اخذ الملفات اخذ البيانات، شلون الصقهن هنا؟ شنو تسوي لهن؟ هسه هنا مجرد ما تقول بهذا تضغط، تضغطهم كلهن، سلكهن من هنا، قلهن بس يضغط هنا، يعني مو تدخل قيمه قيمه قيمه، لا لا، اختار من هناك الاكسل كله وهنا سلكه بيست يجي، كذلك الستوريج، كذلك الاريا بالهكتار، ويطق رسومات هنا بالجانب. الرسم تقدر تعدل عليه، مجرد تضغط عليه ضغطتين تقدر تعدل عليه، تعدل الاكسس مالته، شو تريد تعدل تعدل، تمام عيني. هاي الامر يعني تقدر تتحكم بالستورج اذا انت حاب تخرج الرسومات من الرسم هذا، واذا ما حاب تخرجهم فنو بروبلم، يعني تقدر انه بكل الاحوال تاخذهم، او تحب تخليهم كابندكس او ملحق او ضمن بحثك، ضمن اطروحتك، ضمن رسالتك، اني ثينج، فتقدر تعدل على الرسومات الموجوده هنا. هسه خلصنا البول هنا ان شاء الله، ننتقل على الدام. من تنتقل على الدام اول شيء يطلب من عندك خطوتين، ايضا سويت فايل سميته دام، سميته هذا دام بروبرتيز، اوكي، كتبت به هذين المعلومتين. اهم شيء هذا الملف راح يتكون عندك وتضغطه وتحفظه يمك، راح متوفر يمك يمتى ما كان تشتغل بهذه الحاسبه بغير حاسبه، تنتقل للمستقبل تحتاج الملفات، فانصحك من انها تحفظهن حتى تكون الملفات امامك جاهزه. نرجع هسه اني اريد التوب اليفيشن، هاي مين احصل هالبيانات؟ ايضا من مركز الموارد المائيه، من المعلومات والانفورميشن الخاصه بالسد اللي انت راح تشتغل عليه او الريزرفوار اللي انت راح تشتغل عليه. ليطلب من عندك نمبر 1 اليفيشن ات توب اوف ذا دام، كم طهيا، واللينث ات ذا توب اوف دام يعني الكريست، ايش قد طول القمه، ايضا كم طهيا، تمام. هاي فقط لهنا يتوقف، هاي بعدين يطلع لك النتائج بالنهايه. تجي انت عندك عده خيارات بالدام، تضغط عليه بكليك ايمن، تيل ووتر اليفيشن فريبري، عندك ليك، عندك ايش، كل الامور تحتاجها تقدر تضيفها. هسه اوتلت جروب تقدر تضيفه وتنطي اوتلت جروب، تمام عيني. هسه هذا اقول له اقدر اقول له ديليت، نعم ديليت فقط هذا.
نجي أنا إيش أريد؟ أريد باور بلانت. هنا راح أشتغل لك أني how to create باور بلانت generation. أكو add باور بلانت، add pump أكو فباور بلانت. من تضغط الباور بلانت هسه ظهرت لك الباور بلانت هنا. خلي يعني أغلق ذولي. الباور بلانت إيش تتطلب؟ بس دخلت أنا باور بلانت طبيعي تجي هنا على الباور بلانت يقول لك لازم الباور بلانت إيش تحتاج؟ تضيف لها تيل ووتر إليفيشن وفروبر إليفيشن. أقول له ثاني مو وقتها، خلي أول شيء أشتغل على الباور بلانت، أدور أضيف ذولي. أجي أول شيء ضغطت على الباور بلانت وفتح لك هذه النافذة. أول شيء شرد من عندك يريد الأوتلت. إيش سويت أني؟ سويت شيء ما اسمها الباور بلانت، فتحت ملف أكسل سميتها باور بلانت. لاحظ خو هاي التفاصيل الدقيقة أنا أقدر أغني عنها تلقائيا، أجيب ملفات وأسوي لهم بيست ولا أنت تعرفون. بس أني صراحة هذا الموضوع أخذ من عندي مثلا حتى تعلمته وضبطته وقدرت أنه بهذه التقنية أخذ تقريبا فترة شهر أو 3 أسابيع. فأني ما أريد الشخص الثاني اللي يجي بعدي يتأخر ويأخذ هذه المشاكل. يعني ما هي زكاة العلم نشرة، أنه قدر الإمكان أريدكم أنه هاي المشاكل اللي أوقع بيها من البداية أنت تسوي تتخلص من عندها، تمام عيني؟ فأجي الباور عندي هاي البيانات جبتها منين كلها؟ هذا كلهن جبتهن من مركز يعني من وزارة الكهرباء، محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية لسد حديثة، تمام؟ تروح عادي يعني كتاب إبداء مساعدة سويت وأكملت البيانات. نجي هسه أنا هاي البيانات عندي من 91 إلى كذا، أنا ما محددة بالبيانات حاليا بالنسبة للبرنامج. البرنامج بي أوبشنات، لاحظ بي شنو؟ أوتلت كاباسيتي إفشنسي ستيشن يوز هايدرو لوسز. إذا نجيت 5، فتحت بهذا الملف هنا بالأسفل مبين لكم Outlet Capacity Efficiency، عفواً سميتها 4 هي المفروض 3 Efficiency Station Use Head Losses، سميت الرقم مع الاسم بس أنا غلطانة بالتسميات فقط، تمام عيني. هسه أجي على Outlet. Outlet شرد من عندي، يريد من عندي، يريد من عندي هذا Outlet يريد شنو؟ يريد Elevation ويريد Match Max Capacity، تمام؟ هاي ما يريدها من عندك، هو ينطق ياها. يريد إليفيشن، يا إليفيشن الأبستريم إليفيشن. النمبر أوف جيت إن ذيس تايب تمطيش جيت 1. ليش؟ لأن يتعامل هو مع المنشأ كمعاملة يعني منفذ واحد. أنت ما تنطي التعليمات إنه أني أريد مثل كهذا الشكل، يتعامل ويا منفذ واحد. الجيت التوربين يتعامل ويا منفذ واحد، ماكو كم منفذ. والله أنا هسه عندي هنا بالسد الرئيسي عندي 8 منافذ للهايدرو باور من الأسفل، أقول خلص إذن أنا لا هو يتعامل ويا منفذ واحد، لأن هاي البيانات اللي أنت تجيبها راح يعطيكها وكأنه مال منفذ واحد، تمام عيني؟ ما ينطيك له كل هذا، هو يتعامل بهذا الشكل. تجي تقول لا أنا عندي 1. الإليفيشن تحضر البيانات مثل ما أنا سويت لك يعني هنا، تروح عندك إليفيشن مال أبستريم يعني وكأنه مستوى الماء بالأبستريم وكأنه مستوى الماء بالخزان، تمام؟ نجي ويطلب من عندك الماكس كاباسيتي. الماكس كاباسيتي شنو؟ التصريف اللي خارج. بس انت بيعطيك يا اما وحده اسمها سي ام اس، هو ينسال الدكتور شنو هاي يقصد بيها، يقصد بيها كيوبيك متر سان لكل سكند، يعني متر تكعيب لكل سكند، فيختصرها سي ام اس، تمام عيني؟ انا حتى كتب هنا وضحت لكم شنو معنى سي ام اس، كيوبيك متر سكند، تمام عيني؟ تجي هاي الملف البيانات عندك، كاتبت لك على البيانات مال هذا الاوتلت شريتها. هنا ما نحتاج نرتب البيانات تصاعدي، تنزل مثل ما هي، اوكي؟ ما نحتاج. ونعامل منافذ البوابات كمنفذ واحد، تعطي عدد البوابات كرقم هو 1، نمبر اوف جيت 1، تمام يعني؟ نجي هاي البيانات ما تحتاج ترتبها هنا تصاعد وتنازل مثل الضبوط، عادي تاخذها مثل ما هي، تاخذ هاي الاليفيشن، تاخذ الكباسيتي مالته وترسمه تلقائيا، تحط البيانات هنا. نرجع الملف، تخلي البيانات هنا، ما يطلب من عندك ترتيب. نجي تنطي هنا عدد البوابات 1، تنطي الماكس ريت انكريز ايش قد يزداد بخلال الساعة. ايضا هاي المعلومات تحصلها من يعني من اما مركز الموارد المائية الخاصة بالست او هي يعني محطة انتاج الطاقة الكهرومائية الخاصة بالست، تمام عيني؟ بتحصل هذه الملفات او هذه البيانات من عندهم، اوكي؟ اللي تلاحظ هنا، وهي المعلومات الجانبيه اللي تطلبها داخل شوف هم تخليها بفولدر هنا يعني بملف هنا صغير، وتكتب هاي بياناتي ما تحتاج. انا ضفت هاي العبارات حتى انه من اشرح لكم تقدر تسكرن الموضوع هاي، لان انا دا اشرح على اليوتيوب، ولا انت ما تقدر يعني عادي ما تكتبهن ملفاتك. هسه هنا خلصنا من اول وحده، من تطبق له تقول له ابلاي، كل ملف تطبق له تقول له، هتضغط له كلمه ابلاي،
راح اصعد لك اياها نحو الاعلى. خلصت الاوتلت تنتقل للكباسيتي. الكباسيتي تريد معدك الكباسيتي الانستولد ايش قد بالميجا وات. انا عندي 6 وحدات تشتغل 660، بس انا لانه يعني على اتصال بيهم اعرف انه الوحدات ما يشغلوهن كلهن، يشغلون 450، فانطيت 450 ميجا وات. يعني هاي تحصلها من مركز الطاقه الكهربائيه للست او للخزان مالتك. تجي ايش تحتاج؟ تحتاج الفاريبل كباسيتي. شلون تتغير الكباسيتي؟ عندك عده خيارات، عندك كونستانت وعندك اوفرلاد، عندك هاي. انا صراحه وي الاوبريشن هيد، يعني شنو يعني تختار انت الخيار منه، انت حسب البيانات اللي عندك. انا عندي الاليفيشن بالاب ستريم وعندي ايش قد كباسيتي يطلق للداون ستريم. كباسيتي هاي كقيمه ميجا واط العفو، ايش قد يولد حمل. اذا هنا سويت هذا عندي ينتقل للكباسيتي، عندي هاي الهيد وعندي هاي الكباسيتي. اوكي، هاي هيد وهاي كباسيتي، ايضا ترتبهن. يعني ما هنا افضل ان ترتبهن ترتيب تصاعدي. ها انا المفروض اكتبها هاي العباره، صراحه ما كاتبتها. ايضا البيانات تحتاج هنا تترتب ترتيبا تصاعديا، ايضا من الاقل الى الاعلى، وكذلك ماكو بيانات مكرره. زين تقول دكتور انا اخاف انسى، ماكو مشكله، انت سوي البيانات. لما تقول له ابلاي يقول لك لا ما اقبل الا ترتب لي البيانات، سوي لها كونتينوسلي انكريزنج. فانت تلقائيا تروح تغير الداتا مال البرنامج وتسوي لها كونتينوسلي، يعني كونتينوس انكريزنج. تمام عيني. فهنا هسه الفاكشن اوف اوبريشن هيد سويته من ضغطت لهذا، شوف هسه كل من الى بيانات الخاصه بي كذا. تقدر تنطي اليفيشن وكباسيتي، تقدر تنطي اوبريشن هيد ايش قد الهيد التشغيلي. فانا هسه راح انطي اوبريشن هيد والكباسيتي، اقول له ابلاي. تمام، انتقل للافشنسي الكفاءه. ايضا الكفاءه بها عده خيارات، كونستانت اذا انت كفاءه التوربينات مالتك ثابته تقول له تختار كونستانت وتعطي قيمه واحده 91. اذا لا والله تقول اني يعني متغيره على اساس شنو، على اساس شنو الريزرفوار اليفيشن، على اساس الاوبريشن هيت، على اساس الريلايز المتحرر، شنو اللي عندك كي بيانات متوفره. يشتغل على كل شيء، يعني الحلو بالبرنامج انه يعطيك اوبشنات هواي. مثلا انت ما عندك المتولد الداون ستريم، عندك الاوبريشن هيد يقول لك اشتغل على يعني ينطيك اكثر من اوبشن، واقل الاحتمالات انه مجرد تعرف انت الكونستانت تطهيها هو راح يشتغل لك البرنامج. شوف يعني برنامج جدا ممتاز. فهسه فاكشن اوف اوبريشن هيد عندك، لا والله تقول فاكشن اوف ريلايز، وعندك الفاكشن اوف ريزرفوار اليفيشن. انا عندي الاليفيشن وعندي الافشنسي الكفاءه، فانطيت هي تقول له ايضا ابلاي، ويرسم لك الرسم هنا. قلت لك الرسم اذا تريد تعدله تضغط عليه كليكين، تقدر تاخذ الرسم وتضيف له اوبشنات سكيلز اني ثينج. هسه نجي خلصنا الافشنسي. الستيشن يوز ايضا يطلب من عندك مقدار الستيشن يوز على اساس شنو، كونستانت تعطي كونستانت، فاكشن اوف ريلايز تعطي فاكشن اوف ريلايز. تمام، هذا يا هو الستيشن يوز. انا هنا البيانات ما ناسختها لذلك راح اجيبها. اروح على الستيشن يوز، هاي الستيشن يوز المفروض انا اسوي البيانات او كقيمه. انا صراحه نعطيتها كونستانت، يعني حسب البيانات المتوفرة عندك. الآن شفت إنه اللي يحتاجونه 640، فرحت هناية. لاحظ أنت يا خيار المتوفر عندك تقدر تنطيه. أنا هنا العفو عندي 640. أوكي، كلها أبلاي 640. أيضا CMS يعني كيومت متر مكعب لكل سكند. تقول لا والله أنا متوفرة عندي الفاكشن أوف ريلايز، يطلب من عندك الريلايز والاستخدام. أنا صراحة شغلي مو بالداون ستريم، هذا الموضوع يفيد الجماعة اللي يشتغلون بالداون ستريم، يعني يريد يحسب متطلبات الريش قد الحقلي متطلبات، يعني هاي الأمور اللي حيشتغل أوبتمايزيشن بحت. يعني يقول هذا الماء جزء من عنده يروح إريجيشن، هذا جزء من عنده يروح، يعني أنا هاي الأمور. فيعرف إنه الكونسبت إيش قد الاستهلاك الاستخدام. أنا صراحة دا أشتغل بمقدم الست، فما أحتاج هذا، فأنطي كونستانت وأنطي قيمته اليوز إيش قد المستهلك. تمام عيني. أنتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي الأخيرة الهيد لوسس. أيضا إيش يطلب من عندك هذا الهيد لوسس. أيضا سويت له هنا ملف ضمن هذا هيد لوسس، هاي البيانات ك يريد النت هيد لوسز وايضا الريلايز المتحرر، وانتبه البيانات شبيه ترتبها ترتيبا تصاعديا. اوكي، ضروري تنتبه لهذا الموضوع، ترتيب تصاعدي وماكو بيانات مكرره بالداخل، يعني ما يصير قيمه تشبه قيمه، لا لازم تكون القيم مختلفه. فهسه بعد ما رتبت البيانات هنا الريلايز ايضا بالسي ام اس يعني كيل يعني متر مكعب لكل سكند، والنت هيد لوسز ايضا كمتر. تمام، تجي هنا للبيانات خليتهم. يا
ينطيك الرسم هنا، تقدر تعدل على الرسم انت، تقول مثلا تقدر تنزل هيد لوسز هنا، اللايز هنا، انيثينج. فهسه نجي هناي بعد ما سوينا هذا الشيء نقول له اوكي. نجي خلصنا من كل هاي الاوبشنات، انتقل. احنا ايش قلنا؟ قلنا اول شيء نكمل الباور بلانت، كملنا الباور بلانت. اجي الباور بلانت شو تطلب؟ يتطلب تيل ووتر وفرابري. تيل ووتر ضفته وفرابري ايضا ضفته. ابلش على التيل ووتر. التيل ووتر هسه خلصنا من هذا الملف، عرفت شلون تسوي، عرفت شلون تستخدمه، ضروري قلت لك. وبهاي الملفات الداخليه هسه هنا خلصنا. اقول له اوكي، اغلق الملف. اوكي سيف، اغلق الملف. اوكي غلقت الملف. اجي هنا أنا للباور او التيل ووتر. التيل ووتر بهاي الخيارات عندك نمبر 1 يقول لك يوز هايت اليفيشن فروم. تريد تستخدم الاليفيشن فروم شنو؟ كونستانت اليفيشن. اذا عندك كونستانت اليفيشن انطي. تقول لا والله عندي داون ستريم كنترول، يطلب عندك ايش قد مقدار الداون ستريم كنترول. راتن كير، انا صراحه راح اشتغل على الراتن كير ويكون افضل حتى دقه النتائج بتكون افضل، فطيت راتن كير. عندي راتن كير كفانكشن مطلعي اياها، لو ما عندي، عندي بس بيانات فانطي البيان. اذا عندك فانكشن تقدر تعطين فانكشن، تمام، تعطي قيمه واحده وهاي تعطي ذنه ويطلع على اساس الفانكشن. اذا عندك لا والله تقول انا عندي سمبل راتنج، فايش يطلبون عندك؟ الفلو المتحرر للداون ستريم، ويطلبون عندك الستيج. الستيج يعني شنو؟ الارتفاع مالته، مال الداون ستريم، مو الارتفاع الكلي مال الابستريم، مال الداون ستريم، يعني من ينزل الماء ايش قد ارتفاعه. فهاي عندك هاي البيانات. ايضا سويت ملف سميته تيل ووتر. ضروري جدا تهتم بهذه الامور حتى ما تواجه منهم مشكله، لان الباحث هاي المستندات المفروض مثل ما نقول ما تفارقه، يعني دائما وياه عمله. طبعا اخواننا العرب من الجنسيات الاخرى دائما يقولوا احنا عندنا مشكله في بعض الاحيان لفهم بعض الكلمات. انا ما عندي مشكله انه اشرح باللغه الانجليزيه، لكن يعني المتطلبات الرئيسيه فالآن نكمل التسجيل الخاص بالموضوع. فهنا مثل ما تلاحظ انطينا البيانات، كملنا التيل ووتر الخاص به، طلب اعتيادي جدا. كملنا التيل ووتر سمبل راتن كيرف، انطينا البيانات. ايضا ترتب للبيانات بشكل تصاعدي من الاقل الى الاكثر، وعدم تكرار البيانات الداخلية. وكذلك ننتقل للفيربري هيد لوسس، اذن يطلب عندك الفلو والستيج. بس انتبه بالتيل ووتر بالاسفل يطلبون عندك الداتوم ستيج، تنطي لازم قيمة الداتوم ستيج. ايش قد اني قيمته؟ 112. اوكي اقول له ابلاي. هسه اقول له وبعدين انتقل للفبربي ايش قد قيمته، ايضا انطي القيم، ايضا الداتوم ستيج. اقول له اوكي. بعد ما تقول له هاي البيانات تخلص كلها، تروح تقول له على تضغط على هذا الخيار، تقول له سيف. تمام عيني، تضغط هنا وتقول له سيف حتى يحفظ لك البيانات اللي انت عملتها او انشئتها على هذا الملف. هاي لحد هنا تقدر ترجع هسه مره ثانيه، تضغط عليه تقول له اديت، راح تلقى بياناتك وملفاتك كلها موجوده. ننتقل هسه مثلا ممكن للاوبشن الثاني اللي هو الاوبشن الخاص بالاوبريشن التشغيلي، هذا الفيزيكال. مو احنا قلنا البرنامج فيه اثنين اوبشنات، نمبر 1 هو الفيزيكال، نمبر 2 هو الاوبريشن. تمام عيني. هسه حديث ريزرفوار، شوف لاحظ قبل شوي لقيناه فارغ، لاحظ هسه انطاك كل البيانات، الاليفيشنات غيرها، كل هاي الامور، الكنترول والان كنترول، هاي بعدين هو يحسب لك اياها بالسيموليشن. فهسه تقول له اوكي. هسه ننتقل ان شاء الله على المحاضره الثانيه على الاوبريشن وشلون نشتغله وشلون نبين الاوبزرفيت ديتا. تمام.
إن شاء الله تكون محاضرة هذا اليوم محاضرة مفيدة لكم وتستفادون منها جدا هواي. وأهم شيء وأهم فقرة أنوع عليها إنه هاي الملفات من تنشأ هاي الملفات راح تختصر عليك هواي وقت. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن هذا الموضوع تقدرون تراسلونا على القناة وإن شاء الله نجاوبكم. أنا هذا الفيديو سويته بدون ما أي شخص يسألني من الباحثين عليه، لأن صراحة حبيت أنوه إلى هذه الملفات وأهميتها وشون أستدعيها بسهولة يعني، فحبيت أنه أنشأ هاي المحاضرة. ألتقي بكم إن شاء الله بالمحاضرة القادمة، وأرجع وأقول لا تنسون دعمنا بالقناة من خلال الاشتراك ويعني دعوة زملائكم الباحثين اللي هم بحاجة إلى هذه الملفات وهذه البيانات، كوني راح تسعفهم. ألتقي بكم إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. دمتم بأمان الله وحفظه.